تلقت مصالح الحمايه المدنيه لولايه وهران هذا اليوم نداء مفاده نشوب حريق بشقه باحدى وسط بلديه وهران. العماره تتكون من 8 طوابق، الحريق نشب بالطابق الاول. سخرت الحمايه المدنيه لهذه العمليه الوسائل الماديه والبشريه اللازمه والمتمثله في 7 شاحنات اطفاء متخصصه و7 سيارات اسعاف منها 2 طبيه. تدخل سريع لافراد الحمايه المدنيه مكن من انتشار الحريق لباقي الطوابق العليا، ولكن للاسف الشديد تم تسجيل 5 ضحايا يعني مفحمين في عين المكان. ضحايا من عائله واحده تكون من الاب والام وبنتين وطفل. للاشاره فقط ان الشقه كانت يعني مغلقه باحكام، يعني الباب حديدي مغلق يعني باحكام، حتى يعني النوافذ كان فيها باروداج ومحكم بقوافل بالاقفال الحديديه. ولكن التدخل تاعنا منع انتشار الحريق الى باقي، ونترحموا على الضحايا في هذا الحادث المأساوي. اسباب الحادث تبقى مجهوله، سوف يتم يعني تحديدها من طرف مصالح المختصه. اعمار الضحايا تتراوح بين 8 سنوات الى يعني الطفل حوالي 8 سنوات، بنتين 15 حتى 17 سنه، والاب والام، الاب 46 سنه والام حوالي 40 سنه.